السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. اليوم بغيت نقدم لكم شي هوا ديال لي شوسون معمره، لي شوسون معمرين عفوا بالجبن جبلي. عندي جوج طويصات هنايا ديال جبلي كما كتشوفوا معايا، العادي جبلي ما فيه حتى حاجه، ها هو. وعندي هنايا الزعتر، معلقه كبيره ديال الزعتر، ها هو حكيته هنا شويه ماشي بزاف، ومنقيه من العويدات كاملين. وعندي هنايا شويه ديال السودانيه، انا دايره معلقه صغيره، كتبقى اختياريه بالنسبه للناس. يقدر الناس ما ياكلوش الحار بطبيعه الحال، الا بغاو يديروها يديروها، ما بغاوش ما يمكنش يديروها لان الحار شويه قاصح الصراحه وفي نفس الوقت لذيذ. وعندي هنايا العجين المورقه، بالنسبه للعجين المورقه غندير حلقه خاصه ليهم هي والعجين القطنيه ان شاء الله. غنوريكم كيفاش ندير ليها انايا، كيفاش الطريقه كيفاش تنعجنها، وطريقه سهله ما كتطلبش بزاف الوقت وبزاف ديال المقادير ولا هذا، دغيا سريعه التحضير ان شاء الله باذن الله. وكيف ما قلت لكم في الحلقه اللي قبل ديال لي شوسون ديال الطون والفرماج والكاشير، قلت لكم مازال غتشوفوا معايا الشوسون معمرين بحوايج اخرين ان شاء الله، وان شاء الله غتشوفوهم معايا في سيدنا رمضان باذن الله. وهاد لي شوسون بالنسبه لهاد لي شوسون ديال الجبن جبلي كنديرهم بصراحه في رمضان لان كيجيو هائلين وكيجيو بنان بصراحه، وكنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله باذن الله. نقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نشدو لي شوسون ديالنا هنا، نخليوها هنايا محطوطه. كنشدو الزعتر ديالنا كنخويوه هنايا، يعني ما كطلبش بزاف ديال الوقت. ندير السودانيه كنديرهاش كامله باش ما يجيوش حارين بزاف، نزيد شويه كما قلت لكم كتبقى اختياريه هكا. في نفس الوقت تنحطو شويه ديال الطحين هنا، ها هو حاطاه في زليفه انا باش نسد لي شوسون ديالنا. كنقادو مزيان بالفرشيط كما تشوفوا معايا ان شاء الله. هو الجبن ديالنا ولا واجد، صدقوني انهم كيجيو رائعين، كيجيو هائلين. ممكن ناخذ غير معلقه صغيره نديرو بحال هكا، كنعمروش بزاف، سمحوا لي انا كنستعمل يدي بزاف، كنبغي نخدم بها. هي كنشدو فورشيط كنديروها في الطحين مزيان باش ما تلصقش لينا العجين ديالنا، كنلقاو مشكل. كنستمروا بحال هكا كاملين، كنديروا لهم بحال هكا حتى كنكملوهم كلهم ان شاء الله. ممكن ديروا معلقه صغيره كما قلت لكم، انا كندير القياس هكا بيدي هادي هكا. كيجيو خفاف ديال الجبن، بالنسبه للجبن كيجيو خفاف وكيجيو بنان الصراحه، لان مع الزعتر كما كتعرفوا كيجي رائع في اي حاجه درتيها فيه كتجي رائعه. نستمروا بحال هكا، نصايبوا ديال هادشي لي سوشون ديالنا في شي بلاطو قادوهم. ها هما كيفاش تيجيو رائعين، ها هما تيجيو بحال هكا. دابا نغطو عليهم غير بشويه هكا فورشيط، ممكن الا بغيتو ما ديروا لهم والو تخليهم غير هكا، انا كنفضل نخليهم غير هكا صراحه كيجيو هائلين. عندنا هنايا بيضه كما كتشوفوا بحال ديما، بيضه هكا خلطناها مزيان
انا كنديرها كامله، اللي بغى يديرها غير الصفر ممكن ديرو غير الصفر، انا كنديرها كلها. ها هي باش نصايبو الشوسون ديالنا ضروري خاصو البيض من الفوق، ندهنو شويه هكا الجنب ديالو. هادو مازال ما مقادينش، نحاولو ما نخليهمش يتلاصقو. نونو باش يلقاو فين يطيبو خاطرو كي دابا مزيان، خاصناش نخليوهم يتلاصقو على بعضياتهم. صافي تنكملوهم هكا كاملين، كنديرهم في الفران تيكون سخون خدمينو قبل ضروري، ومخدمين الفران الفوق والتحت تيطيبو على الفران، تيطيبو في الفران عفوا الفوق والتحت خدام، يعني ماشي غير التحت نخدموه ولا الفوق بوحدو ولا لا، خدام الفوق والتحت. صافي صايبناهم البيض مزيان، ديروا في الفران وتشوفوا معايا ان شاء الله ملي غادي يطيبوا، وكيطيبوا بواحد السرعه ما كياخذوش وقت كثير، يعني ربع ساعه هكاك، وخصوصا الا كان فران سخون تيطيبوا حتى على اقل من نص ساعه بصراحه، تيطيبوا بواحد السرعه. تشوفوا معايا ان شاء الله ملي غادي يطيبوا عاد تشوفوهم كيفاش تيجيو. ديالنا وجدوا ديال الجبن والزعتر السودانيه بطبيعه الحال كيبقى اختياري، ما نقولش لكم على العجين المورقه كيفاش تجي بصراحه، غتشوفوها معايا اللي قلت لكم غتشوفوها معايا في حلقه خاصه غير العجين المورقه والعجين قطنيه ان شاء الله باذن الله، وتيجيو بالجبن جبن جبلي كما قلت لكم والزعتر كيجيو رائعين بطبيعه الحال السودانيه، انا دايره السودانيه دايره منها ما نكذبش عليكم، حنا الدار كيبغيو الحار. ها هي كيفاش تجي، ها هي كتجي رائعه ومقرمله في نفس الوقت هشيشه. ها هو الجبن خارج شويه منها، كنتمنى انكم تجربوها وانتم تحكموا ان شاء الله باذن الله بحال ديما، وتردوا عليا كنتسنى منكم اسئله، كنتسنى منكم الراي ديالكم، وكنتمنى في نفس الوقت انها تنال الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه وخليتكم على خير وبخير ان شاء الله باذن الله.